نمشي ولولاية أرينا وين تم البارح افتتاح مهرجان الورد في دورته العشرين من قبل والي الجهة وعدد من مكونات المجتمع المدني والشخصيات السياسية. مهرجان عرف في أول يوم له تنظيم عروض مسرحية ورياضية. نتابع التفاصيل في التقرير الموالي. مدينة أريانا زدانت أمس الجمعة 6 ماي بالورد وتفوحت أنهجتها بماء زهر، وهذا كان بمناسبة افتتاح مهرجان الورد في دورته العشرين وبحضور والي الجهة وإطاراتها. قام العديد من التظاهرات لإعادة إحياء ورد أريانا، منها أحسن شرفة وأحسن بوكي وأحسن زاد كيف كيف أغنية وأحسن زاد كيف كيف قصيدة شعر. هذا الكل باش نحطوه باش نعاودوا نرجعوا ورد أريانا ومدينة الورود في قلب المواطنين وفي مكانتها القديمة اللي كانت عليه. عمر بن منصور والي أريانا السابق ووزير العدل الحالي منساش أنه يشارك أهالي أريانا فرحتهم بالمهرجان هذا، فاحضر بيناتهم وتابع أهم فعالياته. فرد يد مع بعضنا الكلنا، وانا نعتبر انه انسان في تونس ما تخدم والي ولا وزير ولا حاجه، هو ديما في خدمه البلاد وفي خدمه معناتها التوانسه الكلنا، وان شاء الله النهار اللي حتى كي نمشيو من بقعه نقولوا يا ربي على الاقل عملنا اللي علينا في وقت من الاوقات. المهرجان شد حضور مكونات المجتمع المدني اللي اشرفوا على تاثيث اهم العروض الفنيه ليه. تدخل في الموروث الحضاري المديترانيه، واحنا كثقافه واجبنا انه نرسخوا الموروث هذا ونحافظوا انه باش يقع معناه انه يورثوه الاجيال الجديده. مهرجان الورد بأريانا فرصة لأهالي المدينة هذه وزوارها إنهم يواكبوا أهم التظاهرات الثقافية اللي باش تتنظم، ويختتم المهرجان هذا يوم 22 ماي الجاري.